بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الحلقة الرابعة من موضوع خذوا عني مناسككم، والذي يقدم في الدورة الثامنة في المسجد الحرام، عن مسائل الحج وأحكامه ومقاصده، كنا وقفنا عند الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر في مسائل من طواف القدوم وما يتعلق بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. وفي رواية عند أحمد والبخاري ومسلم، رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، متفق عليهن. هذا الحديث برواياته يدل على بعض المسائل المهمة في الطواف وطواف القدوم بالخصوص، ذلكم أنه يشرع في طواف القدوم الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من حين يبدأ الإنسان الطواف من عند الحجر الأسود لثلاثة أشواط، فإذا أتم الشوط الثالث عند الحجر الأسود فإنه يمشي في الرابع والخامس والسادس والسابع مشيه المعتاد. وما جاء في الرواية الأولى عن ابن عمر أنه خب ثلاثا، المراد بالخبب هو الإسراع في المشي، وهو المقصود بالرمل، وهذا تنبيه إلى أن هذه السنة تكون في الطواف أول ما يقدم الإنسان محرما بحج أو عمرة للحرم. فبقية الطواف مثل طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف التطوع لا يشرع فيها الرمل في الطواف، وإنما يمشي في السبعة دون رمل. وقوله وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، المراد بهذا هو السعي بين الصفا والمروة، فإذا وصل إلى بطن الوادي فإنه يسعى سعيا شديدا، بمعنى يجري ويسرع في سيره غاية ما يستطيع. سواء كان في السعي العمرة أو في سعي الحج، فإن كل سعي في كل شوط من الأشواط السبعة يسرع الإنسان في السعي بينها غاية ما يستطيع،
وقد وضع له علامات خضراء في المسعى تبين المكان الذي كان في السابق هو بطن الوادي. فالسنة هي الرمل في الطواف والسعي في المسعى، والرمل في الطواف يكون في الثلاثة الأولى، وأما السعي في المسعى فيكون في أشواط السعي السبعة. وقوله من الحجر إلى الحجر، هذا دليل على أن الرمل يكون في كامل الشوط الأول وكامل الشوط الثاني وكامل الشوط الثالث. ولو أن الإنسان فاته هذا أو نسيه فلا شيء عليه، ولو تركه فإنها تفوته السنة ولا فدية عليه. والرمل في الطواف والسعي معنى الجري في بطن الوادي في المسعى إنما هو من السنن في حق الرجال دون النساء، لأن المرأة مطلوب منها الستر، والرمل أو السعي بمعنى الإسراع بالمشي لا يناسب المرأة، فإنه يعرضها لانكشاف شيء من عورتها. وجاء عن يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا وعليه برد، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وأبو داود، وقال ببرد له أخضر. وأحمد ولفظه لما قدم صلى الله عليه وسلم مكة طاف بالبيت وهو مطبع ببرد له حضرمي، بسند حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة أو من جعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. الاطباع هو افتعال من الضبع، وهو أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفيه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفا. هذا كلام الشوكاني رحمه الله، ولعل مقصوده بقوله يدخل إزاره المقصود رداءه، فإن الاطباع إنما يكون في الرداء بأن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على منكبه الأيسر. والحكمة في فعله هكذا أنه يعين على الإسراع في المشي، وهو من مستحبات الإحرام كما هو رأي الجمهور رحمهم الله. والاطباع إنما يسن فيما يسن فيه الرمل، يعني في طواف القدوم أو طواف الحج للمفرد القادم من الآفاق. وأما إذا كان الإنسان محرما من أدنى الحل فلا يشرع له الرمل ولا الاطباع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، متفق عليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره وفي عمره كلها، وأبو بكر وعمر والخلفاء. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن عمر رضي الله عنه قال: فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول عن ابن عباس وأنه قال إنهم يرملون، أن أمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين. هنا يبين أنه ما بين الركن اليماني والركن الحجر الأسود ليس فيها رمل حتى في الأشواط الثلاثة. وجاء في رواية أخرى ربما تأتينا بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمل في الأشواط الثلاثة كلها، وهذا فيه زيادة فائدة. وقيل والله أعلم أنهم كانوا يمشون ما بين الركنين، لأن المشركين كانوا يجلسون جهة الحجر في الناحية الشمالية فلا يرون المسلمين وهم يمشون، وقيل غير ذلك والله أعلم. والمهم هو أن هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخلفاء الراشدون كلهم كانوا يرملون في حجتهم وفي عمرتهم، أبو بكر وعمر والخلفاء يعملون هذا، وهذا بعد انقطاع الوحي وقيام شأن الإسلام، ومع هذا بقيت هذه سنة إلى يوم القيامة. فما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم نفعله لأنه هو هديه عليه الصلاة والسلام. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، يعني أن طواف الإفاضة لم يحصل فيه رمل، وإنما طاف الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم مشيا معتادا من دون رمل لا في أوله ولا في غيره. وقد جاء عن عمر بما أخرجه البزار والحاكم والبيهقي وأصله في البخاري بلفظ: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله تعالى. ثم قال: شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وقول المشركين وهنتهم حمى يثرب، مقصود هؤلاء المشركين هو الاستهزاء بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنهم لا يستطيعون المشي والطواف بالبيت والسعي بسبب أن الحمى التي كانت موجودة في يثرب، ويثرب هو اسم المدينة قبل تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها بالمدينة، أن الحمى قد أنهكتهم وأضعفتهم فلا يستطيعون المشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليهم بما يغيظهم، وهو أن يكون طواف الصحابة رضي الله عنهم في الأشواط الثلاثة بالرمل الذي يظهر القوة والشدة والحدة والنشاط والحيوية. وقوله عليه الصلاة والسلام، قول الراوي لم يمنعه أن يأمرهم بأن يرملوا فيها كلها، لم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. المراد بهذا هو التنبيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على الصحابة بأن رفع عنهم الرمل في الأشواط السبعة. كما أن هذا الحديث يدل على جواز إظهار القوة بالعدة وبالسلاح وبالمكونات التي تؤثر على القوة لإغاظة الكفار ولإرهابهم ولصدهم، وليس المقصود من هذا هو الرياء المذموم. وقوله في عمره كلها، هذا دليل على مشروعية الرمل في طواف العمرة.
والمراد بالكشف عن المناكب هو الاطباع كما مر بنا. وقول عمر ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان قد هم بترك الرمل في الطواف لأنه عرف سببه وقد انقضى، فهم أن يتركه لفقد سببه، ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن يكون له حكمة ما اطلع عليها عمر، فرأى أن الاتباع أولى والتقيد بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والالتزام به ولو كان المحذور أو المقصد والغرض في الوقت الحاضر ليس موجودا، فهدي الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه. قال بعض أهل العلم يؤيد مشروعية الرمل على الإطلاق ما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهم رملوا في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نفى الله في ذلك الوقت الكفر والشرك وأهله في مكة، ورملوا في حجة الوداع ثابت من حديث جابر الطويل عند مسلم رحمه الله. ثم ساق المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث الواردة في استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال عند ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي بسند صحيح. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه الجماعة سند صحيح. فهذا الحديث يدل على أن هذا الحجر له مكانة عند الله عظيمة، وأنه يوم القيامة يكون له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لكل من استلمه بحق، ولم يستلمه رياء ولم يكن على حال من الشرك، وإنما كان من أهل التوحيد والإيمان والإخلاص وحسن الاتباع. وعمر رضي الله تعالى عنه بيّن لهم أن تقبيل الحجر الأسود ليس عبادة له، وإنما العبادة تكون لله، والله تعالى يقول: فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. فتقبيلك للحجر هو عبادة تتعبد بها لله تعالى، فأنت كما أنه مشروع في حقك أن تركع لله وتسجد لله وتقرأ القرآن وتقرأ التحيات وتقرأ الأذكار في مواطنها، كذلك شرع لك إذا طفت أن تقبل الحجر الأسود لله لا للحجر الأسود. وقول عمر رضي الله تعالى عنه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ينبه بهذا إلى أن التعبد يكون بالاتباع للنبي المختار عليه الصلاة والسلام، وأن تقبيل الحجر لا يعني أنك تعبده، وإنما تعبد ربه. فلا ينطلي على بعض الناس والجهلة أنه يزاحم لتقبيل الحجر الأسود لأجل أن يحصل على شيء من الحجر الأسود، وإنما يقبله لأجل أن ينال الأجر من عند الله تعالى، رب الحجر الأسود وربك أنت، فأنت تعبد الله بالعبادات التي شرعها الله، لا أنك تعبد هذه الكعبة أو تعبد شيء جزءا منها أو تعبد الحجر الأسود أو تعبد الركن اليماني أو تعبد مقام إبراهيم، فإن هذا من الشرك والوثنية. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن استلام الحجر فقال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. رواه البخاري. فابن عمر رضي الله عنهما سأله الناس عن حكم استلام الحجر الأسود، فأجابهم بأمرين:
الأمر الأول أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يستلمه، والأمر الثاني أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقبله. فيشرع استلام الحجر الأسود ويشرع تقبيله، ويشرع استلامه باليد، ويشرع استلامه بعصا، ويشرع الإشارة إليه. وهذه تتمايز بحسب ظروف الإنسان وإمكانية تحصيل أعلى الدرجات، فأعلاها تقبيله، ثم استلامه، ثم استلامه بعصا، ثم الإشارة إليه. فبأيها فعل الإنسان صح منه وحصل على السنة، لكن الأفضل له التقبيل إذا لم يترتب عليه ضرر ولا مزاحمة ولا مضايقة، وهكذا البقية. وقول عمر رضي الله عنه إنك لا تضر ولا تنفع، لينبه الناس إلى أنه ليس هناك منفعة تصدر من ذات الحجر إليك، وإنما الذي يصدر هو ثواب يدخره الله لك إذا استلمته أو قبلته أو أشرت إليه ونحو ذلك. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لما أخذ الله المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف فلا داعي له. ويقول الطبري رحمه الله إنما قال عمر إنك حجر لا تنفع ولا تضر لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر رضي الله عنه أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لأن الحجر ينفع أو يضر بذاته كما كانت أهل الجاهلية تعتقد في الأوثان. وقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذا فيه دليل على استحباب تقبيل الحجر الأسود، وهو ما ذهب إليه الجمهور من الصحابة ومن التابعين ومن سائر علماء الأمة أهل السنة. قال ابن المنذر إن ابن عمر وابن عباس وطاووس والشافعي وأحمد كانوا يستحبون تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه بالجبهة، وبهذا قال الجمهور، فإذا قبل الإنسان الحجر يسجد عليه فيضع جبهته عليه. ورد عن ابن عباس أنه رأى عمر يقبله ويسجد عليه ثم قال أي عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا، هذا لفظ الحاكم. ومعنى يستلمه أي يضع يده عليه ويمسحه، والتقبيل هو تقبيل يكون بالفم. واستدل بعض أهل العلم على أنه يستحب جمع بين الاستلام والتقبيل، فيستلمه بيده ويقبله ويسجد عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، متفق عليه. وهذا دليل على مشروعية استلام الحجر الأسود بالمحجن أي العصا المنثني طرفه أو المثني. وفي لفظ طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، وهذا دليل على الحالة الثالثة وهي الإشارة إلى الركن، ركن الحجر الأسود باليد أو بشيء في يده. وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وهذا فيه فائدة أخرى وهي أنه إذا استلم الحجر الأسود بعصا أو بمحجن أو بيده أنه يقبل ما استلم به، وهذا حديث صحيح.
وجاء عن ابن عمر رضي الله وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. رواه أحمد بسند حسن. وهذا تنبيه نبوي لهذه الأمة كلها من نبيها عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أن الإنسان إذا كان صحيحا وقويا ونشيطا لا يغتر بقوته ونشاطه ويؤذي الضعاف الذين يحاولون تقبيل الحجر. فعمر رضي الله تعالى عنه كان من أقوى الصحابة وأشدهم، فنبهه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان هناك زحام على الحجر الأسود أن يتركه ولا يزاحم هؤلاء، لأن فيهم أو عدد منهم ضعيف فلا يتحملون مزاحمة عمر، فربما تأذوا ونال هو من الإثم أكثر مما يطلبه من الأجر. ووجهه إلى أنه يشير إليه من بعيد ويهلل ويكبر، كأن يقول: بسم الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ثم يواصل سيره. قال في الفتح، أي فتح الباري: إن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده، فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء، فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان إذا لم يتمكن من التقبيل الحجر الأسود أن يكتفي باستلامه بيده ويقبل يده، فإن لم يستطع استلمه بشيء في يده من عصا أو غيره، فإن لم يستطع وقبل ذلك الشيء، وإن لم يستطع فإنه يشير إليه من بعيد. وهذا هو قول الجمهور في هذه المسألة. ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة فيما يتعلق بالحجر الركن اليماني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا. رواه أحمد والنسائي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين. رواه جماعة إلى الترمذي. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه. رواه الدارقطني، لكن قالوا إسناده ضعيف. فالصحيح في هذه المسألة هو أن الركن اليماني يستلم والحجر الأسود يقبل إذا تمكن منه، فإن لم يستطع استلمه بيده، فإن لم يستطع استلمه بعصا، وإن لم يستطع أشار إليه. وأما الركن اليماني فإنه إذا تيسر له أن يستلمه بيده اليمنى فهذا هو المشروع، وإن لم يتيسر له فإنه لا يشير إليه ولا يكبر، وإنما يستمر في سيره في طوافه. ثم نبه حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. رواه مسلم والنسائي. هذا فيه تنبيه إلى أن الطواف يكون بجعلك للبيت على يسارك، فإذا وصلت إلى الكعبة فإنك تنحرف جهة اليمين وتبدأ الطواف من عند الحجر الأسود، فلا تجعل البيت عن يمينك وإنما تجعله عن يسارك. وهذا هو المطابق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب التيامن
في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهذا الذي دخل إلى الحرم واتجه إلى الكعبة فإنه إذا وصلها إذا أراد الطواف فإنه يأخذ جهة اليمين كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكون الكعبة عن يساره. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر آمن البيت، عن الحجر آمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوا في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قال: فما شأن بابه؟ أو عائشة تقول، قالت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك أو لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. متفق عليه. وفي رواية قالت: كنت أحب أن أدخل البيت أصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال لي: صلي في الحجر، إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي بسند حسن. هذا الحديث يبين أن الحجر الذي يطلق عليه حجر إسماعيل أنه من الكعبة، فإذا أراد الإنسان أن يصلي داخل الكعبة فليصلي في الحجر في مقدمته. وجاء في أحاديث أخرى أنه سبعة أذرع من الحجر هذه من الكعبة، وأنه عندما أراد قريش من الكعبة قصرت بهم النفقة، لأنهم شرطوا في كل مال تبنى به الكعبة أن يكون مالا حلالا ليس فيه مهر بغي ولا ربح ربا أو ميسر ونحو ذلك، فاجتمع لهم من المال ما يكفي لهذا البناء، وتركوا مقدار سبعة أذرع من الجهة الشمالية لم يدخلوها في الكعبة بسبب عدم وجود المال الذي يغطي هذه الجزئية. والإنسان إذا أراد الدخول للكعبة فيصلي في مقدم الحجر مما يلي الكعبة، فإن سبعة الأذرع أو ثلاثة الأمتار هذه تعتبر من الكعبة كأنه صلى داخلها. وجاء في الطهارة وستر العورة في الطواف من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: لا ألا يطوف بالبيت عريان. وجاء عن عائشة أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. متفق عليهما. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف. رواه أحمد. وهذا دليل على جواز السعي مع الحدث، وأنه لا تشترط له الطهارة كما تشترط للطواف. فهذا يدل على أن الطواف لا بد أن يكون الإنسان ساترا للعورة، فلا يبين من عورته سواء كان رجلا أو امرأة شيء، وأنه لا بد أن يكون على طهارة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أول ما بدأ به توضأ ثم طاف. فالطواف تشترط له الطهارة ويشترط له ستر العورة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما منع عائشة من الطواف وعليها الدورة والتحلل من عمرتها بسبب عدم الطهارة، فمنعها من أن تتم مناسك العمرة وأمرها أن تدخل الحج على العمرة وتتحول إلى قارنة، لأنها لم تطهر للطواف ولا تطهر إلا بعد عرفة فيفوتها الحج لو انتظرت، فأمرها أن تبقى على ما هي عليه وتعمل بقية المناسك من الصعود إلى
منها وعرفات ومزدلفة والرمي والنحر والتقصير، كلها تعملها وهي عاريها الدورة. فإذا أنها طهرت تأتي تطوف طواف الإفاضة والعمرة أو طواف القران ونحو ذلك. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمست، يعني جاءتها الدورة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ لعلك نفستي؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وجاء لمسلم: فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. وهذه الأحاديث صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم نبأ بهذه الأحاديث على ما ينبغي الإنسان أن يحتاط له من الشروط في الطواف، من أنه لا بد أن يكون ساترا لعورته في حال الطواف. والذي عليه جمهور العلماء أن الستر شرط لصحة الطواف، وما جاء في قول توضأ ثم طاف هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام بيان لقوله خذوا عني مناسككم، فلا بد أن يكون الإنسان في حاله على طهارة. أما كونه شرط أو واجب هذا الأمر فيه يهون، لكنه لا بد منه، لا بد أن يكون الإنسان طاهرا ولا بد أن يكون ساترا للعورة. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الطهارة ليست واجبة ولا شرطا في السعي. وقول حتى تطهري، المراد بذلك الطهارة الغسل الكامل من الحيض. وهذا الحديث ظاهر في نفي ونهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع عنها الدم وتغتسل، والنهي يقتضي الفساد المراد في البطلان، فيكون طواف الحائض لو طافت باطلا. وفي معنى الحائض المحدث، هذا هو قول جماهير أهل العلم. ثم ذكر حديثا فيما يقوله الإنسان في الطواف من أذكار عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالإنسان إذا كان يطوف وصل للركن اليماني فإنه يدعو بهذا الدعاء ينتهي به عند الحجر الأسود. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وكل به، يعني الركن اليماني، وكل به 70 ملكا، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا: آمين. وهو بسند فيه ضعف. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت 7 ولا يتكلم إلا بسبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه 10 سيئات وكتب له 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات. رواهما ابن ماجه بسند ضعيف. ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة في ركوب الإنسان في حال الطواف أو في حال السعي. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. رواه جماعة إلا الترمذي بسند صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة
في حجة الوداع على راحلته، يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ويسألوه، فإن الناس غشوه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين، وهذا فيه ضعف. وعلى كل في الأحاديث السابقة الصحيحة فيها بيان أن المرأة أو الرجل يجوز له أن يطوف أو يسعى راكبا، سواء كان على بعير أو كان على عربة تدفع بالرجل أو عربة كهربائية، فلا حرج في هذا. لكن ينبغي أن ينتبه الإنسان الذي هذه حاله عن أن لا يكون مصدر أذى للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أم سلمة أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة، لأن وجود البعير ومثله الآلات وأشد أن يخالط الناس فيؤثر على أقدامهم ويصطدم بهم. وكذلك السعي بين الصف والمرة، فإنه يجوز السعي راكبا ولا حرج في هذا إن شاء الله. وجاء عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الناس بين يديه، فلما كثروا عليه ركب وكثروا عليه ركب والمشي والسعي أفضل. يبين بهذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يسعى راكبا، ولكن إذا لم يكن لحاجة فإن المشي أفضل، كذلك الطواف، كل إنسان يطوف على قدميه أفضل، لكن إن احتاج للركوب فلا حرج عليه ويحصل له الفضل إن شاء الله. ثم ساق المؤلف رحمه الله بعض الحديث في صلاة ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما. جاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين، فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا. رواه أحمد ومسلم والنسائي، وهذا لفظه بسند صحيح. فهذا يدل على أن الإنسان إذا انتهى من الطواف أنه يصلي سنة الطواف خلف المقام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الطواف قال: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، فاتجه إلى مقام إبراهيم وصلى فيه ركعتين. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقول هو الله أحد. وهذا تنبيه إلى التوحيد، وينبغي أن يكون عليه الإنسان في مثل هذه الأوقات وفي كل حال، وهو أن تكون عباداته لله تعالى، فيتورع من الشرك وأهله وطريقتهم. ثم بعد هذا في الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد، وهذا هو التوحيد الخالص. فأنت لم تأتي لتعبد هذا البيت، وإنما أتيت لتعبد ربه جل وعلا. فسنة الطواف من السنن التابعة للطواف، وهي مشروعة مستقلة لا تخالط غيرها، وإنما تصلى وحدها.
ثم ذكر حديث في السعي عن حبيبة بنت أبي تجرات قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي تدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. فالسعي مشروع في العمرة وفي الحج، الله تعالى كتب علينا السعي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو خلفهم على قدميه، يسعى إذا كان بين في بطن الوادي الذي فيه الأعلام الخضراء، وكان يسعى سعيا شديدا حتى أن ثيابه ترتفع إلى ركبته من شدة سعيه تدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وعن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا. معنى كتب عليكم يعني وجب عليكم ولزمكم، فالإنسان يجتهد على أن يؤدي هذا لأن السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. وجمهور أهل العلم يرون أن السعي فرض بمعنى ركن، وأنه لا يغني عنه البدن، وإنما لا بد فيه من الإتيان به. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو، رواه مسلم وأبو داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطواف ذهب للصفا ورقى على الصفا حتى شاهد البيت واستقبله ورفع يديه يدعو الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وجاء في بعض الروايات ستاتي ما هو الدعاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف وسعى رمل ثلاثا وسعى مشى أربعا ثم قرأ واتخذوا من مقام ربهم صلى فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة. نقف عند هذا الحد ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن ييسر على الحجاج حجهم ويتقبلهم منهم، وأن يصرف عن البلاد والعباد كل شر وبلاء وفتنة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.